بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم امتداداً لما سبق في موضوع الأحاديث القدسية، ونتناول في حلقتنا هذه الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وما رواه الإمام مالك وابن حبان في صحيحه أن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتبادلين في. وما ورد بمعناهما في موضوع الأخوة بين المؤمنين بموجب قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وما تلتزمه هذه الأخوة من محبة وتناصر وتناصح وتعاون بينهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تناهر القلوب واختلافها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة مرتب على كون المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد بن أسد القشيري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. ومعنى قوله أحب في الله أي أحب المسلمين والمؤمنين من أجل الله، لأن الله يحبهم. وقوله وأبغض في الله أي أبغض الكفار والفاسقين من أجل الله، لأن الله يبغضهم وإن كانوا من أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقوله ووالى في الله، الموالاة هي المناصرة أي ناصر أهل الحق والإيمان. وقوله وعادى في الله أي أظهر العداوة لهم بالمجاهدة لهم والبراءة منهم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، الولاية بفتح الواو معناها أن يكون العبد من أولياء الله الذين يحبهم ويحبونه، أي لا يحصل له ذلك إلا بتحقق هاتين الصفتين: الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رواه الطبراني وغيره. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال المحبة لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان وهو الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. انتهى. والمحبة في الله تدوم وتبقى في الدار الآخرة، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأما المحبة لغير الله فإنها تزول وتنقلب عداوة يوم القيامة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا حال كل خلة ومحبة كانت في الدنيا على غير طاعة الله، فإنها تعود عداوة وندامة يوم القيامة. وأما المحبة والخلة على طاعة الله فإنها من أعظم القربات، كما جاء في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال فيه: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فهم يفوزون يوم القيامة بهذه المنقبة العظيمة، حيث يكونون في ظل الله إكراما لهم وتشريفا. وأما المتحابون في غير الله بل من أجل طمع الدنيا، فإن مقياس المحبة عندهم تحقق الطمع والنفع العاجل دون نظر لحالة الشخص مع الله، فقد يكون كافرا عدوا لله، قد يكون فاسقا. فهذه هي التي تنقلب عداوة يوم القيامة، وهي التي قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: فهذا الكلام كان في زمن ابن عباس، فكيف لو رأى الناس فيما هم فيه من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان. ولكن هذا مصداق قوله عليه السلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وفيه إشارة إلى أن الأمر قد تغير في زمن ابن عباس، بحيث صار الأمر إلى هذا بالنسبة إلى ما كان عليه في زمن الخلفاء الراشدين، فضلا عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى ابن ماجه عن ابن عمر قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وأبلغ منه قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا كان حالهم في ذلك الوقت الطيب، وهؤلاء هم المتحابون لجلال الله، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي. فهذه هي المحبة النافعة لا المحبة للدنيا، وهي التي أوجبت لهم المواساة والإيثار على الأنفس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمحبة في الله لها ثمرات عظيمة، منها أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ومنها التعاون على البر والتقوى، ومنها المواساة والإيثار إلى غير ذلك، جعلنا الله من المتحابين فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.